صرنا نقول اسأل الله وقت اللي كنا نفطر سوا، اسأل الله وقت اللي كانت السك بيتصل، اسأل الله وقت اللي كنا نوقف على البلاكين ننطر مدفع رمضان وننطر صوت المسحراتي بالليل. هدول الرموز والطقوس قد ما تغيرت الظروف وصار الأمور في سوريا، ولكن بقت بالذاكرة، هي رموز متعلقة بهذا الشهر وكل حدا فينا أكيد بحن ليا ليلى. تماما رشا، اليوم رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع، هي الطقوس الرمضانية اللي فعلا خصوصا المسحراتي كمان مثل ما ذكرتي كنا فعلا ننطره، ويمكن لهلا بنحس بهي الروحانية بس نسمع صوت المسحراتي اليوم، والسكبة اللي كانت الزيارات العادات يمكن لساتها موجودة بس خفت ما بقى مثل قبل. هلا رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفتنا اللي صارت معنا بالاستوديو الدكتورة نجلاء الخضراء الباحثة في التراث. يسعد صباحك دكتورة. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيكي، رمضان كريم. صباح الخير دكتورة ورمضان كريم عليكي. كنا عم نحكي أنا وياك إنه اليوم ناس فقدت لهي القصص، وقلتي لي ولو تمسكنا بهدول الرموز يمكن بكفينا بالوقت الحالي إلا ما ترجع الأيام ونرجع مثل ما كنا. إذا بنرجع بذاكرتك للذاكرة الرمضانية، الذاكرة السورية اللي نحن تعودنا عليها، بدنا نحكي عن السحور. حكيتوا عن السحور، نحكي عن نبدأ بالسحور. السحور من كلمة سحور جاي من كلمة سحر، وهو الطعام، طعام السحر. نعم. السحور هو اللي بيميز، يعني هي وجبة بتميز شهر رمضان، بتميز صيامنا. ما في منا هاي الوجبة إلا بهذا الشهر الكريم. هي وجبة مباركة. عدم تناولها ما بلغي الصيام، ولكن سنة بتقوي الصايم على صيامه، بتعطيه طاقة، بتعطيه، بتشحنه ليكمل نهاره بدون ماء بدون غذاء. أيضا هي فيها بركة لأنها بتعطي قوة للإنسان اللي بيقوم بتسحر، بتعطيه قوة، بيقوم بيروح على الجامع، بيصلي الفجر حاضر. أيضا هي بوقت السحر، يعني وقت الاستجابة، وقت الذكر، وقت قراءة القرآن أفضل وقت للاستجابة. كل هذا بيعطي بركة للصائم بهذا اليوم. من أفضل الأغذية اللي بنتناولها على السحور هي التمر. التمر بيعطي نشاط، خاصة إذا تأخذت بشكل فردي، إذا بحبات، يعني بعدد فردي تأخذت الحبات. آخر الدراسات أثبتت أنه تناول التمر بعدد فردي بيعطي قوة أكثر، بيعطي كربوهيدرات أكثر للجسم، وبالعكس تناولها بشكل زوجي بيعطي طاقة، طاقة السكريات السلبية. نعم، الطاقة السلبية اللي بتعطي خمول، بتعطي تعب، بتعطي يعني شحنات سلبية للجسم. أيضا إحنا متعودين ببلادنا تكون وجبة السحور عندنا وجبة خفيفة على النواشف، يعني في غير بلاد بياكلوا الطبخ وبياكلوا على حسب البيئة اللي احنا عايشين فيها. احنا بيئتنا معتدلة، جو حلو، ما نحار كتير، فمنتسحر على شيء خفيف، النواشف، الألبان، الأجبان، مع الوجبة الغذائية اللي هي التمر. وطبعا معروف خبز المعروك على السحور عندنا وجبة رئيسية لأنه محشو بالتمر. تمام. اليوم كونوا عم نحكي عن السحور وطقوس السحور، اليوم المسحرات له رمزية كتير عنا خصوصا يعني بسوريا. ليش المسحر أخذ هي الرمزية؟ ليش أخذ هذا التميز؟ خلينا نحكي شوي عن المسحرات. حقيقة المسحر هو شخص محبب للصائمين، هو شخص هيك بيونس الصائم بليل رمضان، صوته بالليل بيعطي، بيصحي الصائم على ذكر الله. أيضا هو ونيس الأطفال، الأطفال بيحبوا صوته، بيفيقوا على صوته. المسحر ما كانت مهنته أو دوره هو بس إيقاظ الناس. المسحر هو كان يفيق الناس على السحور، يذكرهم يعني يفيقهم على ذكر الله. اللي بسمع صوت المسحر لا شعوريا بيقوم بيردد وراء الذكر والابتهالات والأناشيد اللي عم يذكرها.
أيضا المسحر كان مثل اليوم مؤسسة اجتماعية، كان يعرف مين الفقير ومين الغني بالحارة، يعني هاي كانت شغلته، ويأخذ من الأغنياء وينقل إلى الفقراء. المسحر كان له طوفتين باليوم، الطوفة الأولى كان يأخذ فيها يحمل سلته ويأخذ فيها الطعام الإفطار من البيوت الأغنياء إلى بيوت الفقراء، والطوفة الثانية هي وقت السحور. طبعا يعني شكل المسحر معروف بزي التراثي، سواء الشروال أو القميص والصدرية أو الإنباز أو الجلبية، يحمل السلة، يحمل كان الفانوس، كان يرافقه كمان بالفترات القديمة السابقة يرافقه حدا حامل له الفانوس عم يساعده ابنه، والعصاي اللي بدق فيها على البواب لفي الناس، وهو الماضي والحاضر تماماً، هو عم ينادي بأسمائهم ويفيقهم بصوته الجميل اللي كان يعني يدخل على القلب مو على الأذن. صحيح. كمان المسحر صار بعدين صار كار، يعني صار يعلم أولاده هاي المهنة، يمشي ابنه معه ويعلمه إياها لحتى يورثها وراثة لهاي المهنة، حتى أصبح كار يتناقله الأجيال. طيب اليوم هذا الكار هو تطور، خلينا نقول بالمسحرات، هل كمان صار تطورات أخرى؟ يعني إحنا يوم بجوز بلشنا بهذا الطقس الجميل، إذا بدنا نرجع هيك شوي للأعوام كتير قديمة، خلينا نقول فينا نحدد اليوم تاريخ لبدء هذا العمل؟ بداية من بدي أرجع لك من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا يعني أمر الرسول بإيقاد شعلة بوقت السحور ليعرفوا الناس أنه اقترب وقت الصيام أو الإمساك، فيبدأوا يشربوا أو يأكلوا لحتى يجهزوا حالهم للصيام. بعدين أمر بالآذان، فكان ابن مكتوم يأذن للسحور ويخبر الناس باقتراب وقت أذان الفجر. بالعهد العباسي انتبه الوالي عقبة ابن إسحاق انه ما حدا عم يعني ما عاد حدا انتبه لوقت السحور، فقرر ينزل بنفسه ويدق على الأبواب ويوقظ الناس، وهو عم يقول يا عباد الله تسحروا فإن في السحور بركة. بعد ما أخذ هاي الوظيفة هو الوالي، أصبحت وظيفة لجنود الخلافة يعني يتوكل فيها أحد الجنود، وبالقرن 18 أصبحت وظيفة إلى شخص مسؤول عنها، خاصة بعد توسع المدينة صار في أشخاص وكل شخص له مطافات خاصة فيه ما يتعداها، وإذا تعداها صار في مشاكل بين المسحراتية، يعني هون كانت تماما ما في حدا بتعدى على حدا، ومثل ما قلنا قبل شوي إنه هذا المطاف يورثه لأولاده ولأحفاده. تمام. اليوم إذا بدنا نحكي عن الطقوس، الزيارات، هي العادات والتقاليد القديمة، خلينا نحكي عنها بين الماضي والحاضر. هلا إذا بدنا نبدأ مثلا بأول رمضان، معروف بتبدأ الزيارات من أول ما يضرب مدفع رمضان ويعلن عن رمضان، بتبدأ الزيارات بعد صلاة التراويح والمعايدات والمباركات. طبعا بيبدأوا الرجال ببيوت الكبار، أكبر رجل بالعائلة، وبعدين بتنقلوا، خلص الليل ما ضل وقت، في عنا أسبوع كامل لهاي الزيارات، بتنقلوا من بيت لبيت للمباركة والمعايدة. بالنسبة للنساء بتبدأ زياراتهم بالأسبوع الثاني، بيكونوا ركزوا بيتهم، زبطوا وضعهم وبدأت الزيارات بالأسبوع الثاني، كمان بيبدأوا بتنقلوا. المرأة السورية متعودة تكون زياراتها صبحية، برمضان بتكون زياراتها بوقت متأخر قليلا، يعني قبل العصر بشوي، قبل وقت مطبخها بتروح بتعمل زيارتها، بتبارك لأقاربها، لجيرانها، لأهلها، وبترجع على البيت قبل العصر حتى تبدأ أعمالها بالمطبخ. أيضا في زيارات المساء،
زيارات المساء هي اما بتكون تتم للعزايم الافطار وقت الافطار نعم اما بتكون تتم نكمل السهره او انه بتبدا بعد الفطور بعد صلاه التراويح. طبعا هي السهره لها نكهتها الخاصه، بحلقوا السهرانين حول مائدة الحلوى اللي هي مليانة بالقطايف والكنافة والناعم وما إلى هنالك. طبعا إحنا حلوائياتنا معروفة بالحشوة تبعها بالقشطة والمكسرات. بعد هاي السهرة بهاي السهرة بيقضوا الوقت بالألعاب مثل لعبة البرسيس، الشطرنج، أنا عم أحكي رجال ونساء. ممكن تكون الجلسات خاصة نسائية أو رجالية، أو ممكن تكون إذا يعني أسرة واحدة بتكون السهرة مختلطة يعني مع الجميع. أيضا بيقضوا السهرة بتبادل النكات وتبادل الفوازير، تبادل القصص والحكاية. عادة القصص النسائية بتكون عن البيضة والسمرة أو السلايف أو الضراير أو الحماية والكنة، يعني هاي الأمور اللي بيحكوا فيها، والأطباق الرمضانية وشو بدنا طبخنا اليوم شو بدنا نطبخ بكرة. بالنسبة للرجال بتكون المباريات الشعر مثلا هاي حول الأبناء والأحفاد والأجداد، بتكون حول العمل، مشاكل الحارات. اليوم صار هيك، صارت المشكلة الفلانية بالحارة، يعني بيقعدوا بيحلوا مشاكل الحارة أو بتحدثوا حول مشاكل الحارات، أو بتكون بخصوص الحرف والعمل اللي بيقوموا فيه. يعني كلامك بدنا نقول مو بس اسأل الله كتير يعني هدول القصص. يعني للأسف اليوم صار تواصل عم يكون عبر التواصل الاجتماعي، يمكن اليوم المبارك بشهر الكريم أو بالعيد أو بأي مناسبة عم تروح بمسج يعني مختصر. اليوم ما فينا نلوم الناس، كمان الظروف شوي صعبة، الظروف اللي مرقت فيها سوريا كمان أثرت أكيد على علينا. يعني إذا ذكرتي كلمة إنه بيقعدوا بيحكوا شو بدنا نطبخ بكرة، شو بدنا نعمل اليوم، دائما في معروف إنه في بعض المناطق بتبلش بأكلات اللبن خلينا نقول بالأيام الأولى من الشهر الكريم. شو هي أهم الأكلات اللي دائما هي بتحسيها إنه رمز من رموز الشهر الكريم؟ هلا هي اكلات اللبن هي رمز ل يعني بتمنوا فيها انه يكون الشهر كريم عليهم، بتمنوا فيها انه يكون ايام بيض عليهم، يعني بتمنوا الخير. هو دلاله يعني نعم هي دلالتها الصفاء النقاء، فهيك بحبوا الشهر هيك يبدا معهم ويستمر عليهم. مثل الكوسه بلبن، الششبرك، الكبة بلبنية، هي الأكلات كلها، المناسف أحيان بالدير بعملوها، هي الأكلات كلها بيحبوا تكون أيضا هي رطبة للصائم، يعني بفضلها الصائم لأنها بتكون رطبة. يمكن إذا بننزل بنشتري بالبداية بأول أيام رمضان اللبن، إذا بدنا لبن لازم نوصي عليه من أول نهار، لأنه إذا تذكرنا العصر أو الظهر ما رح نلاقي لبن بالأسواق، ما بتلاقيه، بيكون خلص لأنه يعني الطلب عليه كتير. ايضا بالنسبه للمراه بتحب تشكل بالمائده لانه عائلتها يعني فقدوا كثير من العناصر الغذائيه اثناء صيامهم، فهي بتحب تكون مائدتها مليئه او مكتمله العناصر الغذائيه. بنلاحظ عليها المرطبات، الخضروات، اللحومات، النشويات والبقول، يعني بتحاول تكون مكتمله العناصر الغذائيه لتعوض عائلتها واسرتها كل ما فقدوه بهذا النهار. ايضا كمان بتحب تزيد من كميه طبختها، بتعمل حصه لجارتها، بتعمل حصة للمسحر كانت، وبتعمل حصة لموائد الرحمن. هذا كله بتحسب له حساب، ومنلاقي كان نحكي عن الأطباق، يعني في ناس بيقولوا لك قبل الربع ساعة من الأذان كانت الأطباق تمشي، مو بني آدمين اللي يمشوا، أطباق
الطعام هي سكبة. اللي تمشي نعم سكبة. يكون الجار طابخ يمكن من هي السكبة اللي بتصله من الجيران ما قدته مثل ما بيقولوا بتعمر. ونحن اليوم ما نعم نحكي عن سكبة صحن أكل، فيه أكيد إلى معاني كتير مهمة إنسانية بين الجيران، وأهم شرط بهاي السكبة إنه صحن أو الطبق ما بيرجع فاضي، لازم يرجع مليان. تماما. يا حتى هاي الطقوس لساتها موجودة أو خفت عن قبل هاي الطقوس؟ هلأ هي خفت بما إنه الأوضاع صارت أبعد شوي، ولكن ما زالت يعني ما حدا بيقدر ينكر الموضوع، ما زالت موجودة وما زالت المرأة بتتذكر جارتها بهذا الطبق وبتتذكر أهلها يعني، بس دائم نطاق قليلا. طيب اليوم أطفالنا يمكن ما شهدوا هدول الرموز اللي نحن عشنا عليهم واللي تعلقوا بذاكرتنا، يعني بتجيب الطفل بتقلي له مسحراتي، بتقلي له مدفع رمضان، بيقول لك شو هات. يعني اليوم نحن كيف قادرين نخليهم يعيشوا هدول الطقوس ضمن الإمكانيات المتاحة كرمال هذا يعني الجيل يتعود شو عاش الجيل الماضي؟ الحقيقة هو كان رمضان فسحة للطفل، يعني كان حرية هيك انطلاقة للطفل. فينا نعمل هالانطلاقة حاليا. يعني إذا بدنا نحكي عن السحور، أنا بحب الطفل، يعني هاي عم أحكي بسبيل إحياء هاي الرموز وهي الطقوس. مثلا السحور بفضل أنا أنه الطفل يصحى مع أهله مع على السحور حتى من عمره صغير، يعني من عمر السنة والسنتين، لحتى تخلق في عنده هي الحالة الروحانية تبع السحور. نعم، ويتعود على السحور حتى لو هو ما بده يصوم، هو يشارك أهله بالسحور، فهو بتعطيه حالة من أنا إمتى بدي أصوم، أنا إمتى بدي أصير زيكم، ليش ما فيقتوني اليوم على السحور، ليش شرب وحده علي اليوم السحور. أيضا بدي أحكي عن فطور درجات الميدنة للطفل. كانوا زمان يصوموا الطفل من الأذان إلى الأذان، يعني يبدأوا معه أنت اليوم صايم لأذان الظهر، بعد أذان الظهر بفطر، أو اليوم أنت اللي أكبر صايم لأذان العصر، وحتى يقدر يستمر بالصيام إلى أذان المغرب. وأحيانا كانوا يقسموا لهم الشهر إلى ثلاث أقسام، أول عشرة أيام بفطر على أذان الظهر، ثاني عشرة أيام بفطر على أذان العصر، وآخر عشرة أيام بفطر مع أهله على أذان المغرب. أيضا في كيس يعني كتير حلو اليوم الأم تعمله لطفلة، كانت الأم تخيطه بإيدها وتجهزه للطفل قبل رمضان، تسلمه إياه أول يوم رمضان. هذا الكيس شو مرق عليه حلويات، شو مرق عليه أكلات طيبة طول النهار، هو ما قدر يأكلها بيخبيها بهذا الكيس لحتى يعني يجهزها أو يخبيها لنفسه، إنه ما رح عليه شيء، يعني ما تفكر بصيامك، أنت بصيامك روحت أكلاتك، كل الأكلات اللي بمرقوا عليك خبيهم بهذا الكيس لحتى تفطر. بعد الفطور بفتح الكيس هو واخواته، بيعملوا قعده لحالهم مثل سهره رمضانيه من هي السهرات اللي كنا عم نحكي عليها. وعلى فكره كان الطفل سابقا يخبي من هاي الاكلات اللي بكيسه للمسحر، بس يطلع المسحر بالليل يطلع يعطيه هاي الاكلات، لانه فعلا هو المسحر كان صديق صديق الطفل. بنحكي كمان عن المدفع، والطفل كيف كان يركض ورا المدفع، يركض قبل الأذان يطلع، يعني بيكون المدفع بمنطقة عالية، يطلع الطفل بس لحتى يشوف الأذان المدفع وينزل يلحق فطوره مع أهله. أكيد بدنا نتشكر حضورك، ويا رب دائما هي الطقوس ترجع مثل ما كانت قبل، ودائما الأمن والأمان لبلدنا سوريا. شكرا لحضورك معنا. شكرا لكم. شكرا. شكرا دكتورة نجلاء، ورمضان كريم عليك. وإن شاء الله هيك الله كريم نرجع نعيش مثل ما كنا. إن شاء الله رمضان كريم. أهلا وسهلا فيك.